كابتن شناوي، النهارده بعد موسم طويل النادي الاهلي خدنا فيه الدوري وخدنا فيه السوبر، نستعد لموسم جديد. ابتدينا ماتشات الدوري، عندنا ماتشات افريقيا. كان ليك تصريح كان جامد جدا عجبني، لا انا كنت نفسنا نلعب صن داونز تاني. اكيد طبعا طبعا بشكر طبعا اللي انا موجود على قناه الاهلي طبعا، ده اول حاجه. طبعا الموسم اللي فات كان موسم صعب بالنسبه لنا، بالنسبه للعيبه كلها والاداره والجهاز الفني، والحمد لله قدرنا نحقق البطوله، بطوله الدوري. ما قدرناش يعني ناخد افريقيا السنه اللي فاتت، وطلعنا من دور 16 وطلعنا بالتصريح بتاع صن داونز اللي انا كنت بقوله ده. ده حاجة كانت شعور جوايا وجوه اللعيبة اللي هم عايزين، اللي احنا كنا عايزين صن داونز ترجع تخش معانا في المجموعة، عشان كلنا عايزين يعني نلعبهم تاني، ان احنا نلعبهم جوه ملعبهم. وده شعور بيبقى شعور داخلي، اللي احنا ما ينفعش ان النادي الاهلي يكون موجود في البطوله ويخرج بهذا الشكل يعني. وده اللي كان بس الشعور جوانا واحنا كنا بنقوله. وطبعا السنه دي طبعا احنا هنفكر طبعا دلوقتي، احنا يعني ما عندناش حاجه دلوقتي، عندنا لسه ماتش بعيد شويه لسه في افريقيا. دلوقتي احنا بنفكر دلوقتي في الدوري وعندنا نفكر في افريقيا، وهدفنا الاول دلوقتي اللي احنا ناخد الدوري، والهدف الاول الاساسي ان احنا ناخد بطوله افريقيا ونحققها السنه دي ان شاء الله. وربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي يكون احسن من السنه اللي فاتت، وان شاء الله خير يعني. علاقه كابتن شناوي بكابتن شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد طارق سليمان، دايما حتى في التدريب بلاقيك انت وكابتن شريف واقفين بتتكلموا مع بعض، بتحفزوا بعض، انت تقول له لا حاسب على رجلك في دي، هو يقول لك لا حاسب في دي. العلاقه اللي الناس مش قادره، ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش. لا طبعا احنا في الاول وفي الاخر احنا اخوات، المنافسه دي تبقى في الملعب بس، بره الملعب احنا اخوات. شريف طبعا اخ اكبر ليا، وعلي انا اعرفه من زمان لما كان ناشئين انبي وفي انبي، اعرفهم كلهم من زمان. ومصطفى طلع علينا، واحمد يعني احنا علاقه بينا كويسه جدا اكتر من اخوات. واكيد طبعا بنخاف على بعض، اكيد اي حد بيبقى يحصل له مشكله واحد بيزعل على التاني. لا احنا بنساند بعض، اي حد يكون موجود احنا بنبقى واقفين جنبه، واحنا بنلعب للنادي الاهلي. وطبعا لا علاقه بينا قويه جدا، ويعني واكتر من اخوات. شايف المعسكر ازاي بقى في الامارات، وشايف الافاده منه؟ اكيد طبعا معسكر كويس، احنا لسه جايين امبارح، لسه الامور الدنيا ماشيه كويس لغايه دلوقتي. التمرين احنا تمرينه واحده، تمرينه امبارح كانت يعني ماشيه كويس جدا، كان فيها جديه من اللعيبه واللعيبه كلها مركزه. طبعا احنا جايين عشان يعني نفصل شويه، ان احنا بقالنا فتره ما بنلعبش ماتشات يعني. دي من وجهه نظر اللي احنا جينا عشان نفصل شويه، ما بقاش في زهق والكلام ده كله. عندنا مثلا مباراه ومش عارف هيبقى في مباراه ولا لا، بس احنا جايين هنا وبنشتغل ومركزين على الماتش بتاع النجم الساحلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا لو في ماتش قبلها في الدوري احنا مركزين، واكيد ان شاء الله يمشي بشكل كويس يعني.